أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولا أزور جيراني، فهل علي إثم في ذلك؟ زيارة الجيران ليست واجبة، إنما هذا في حق الأقارب والأرحام، أما الجيران زيارتهم غير واجبة، لكن واجب الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم ولو لم يزاروا. زيارة الجيران مباحة إذا لم يترتب عليها محذور فهي مباحة. نعم.